السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. معكم فاطمه من قناه فاطمه المزابيه. المهم اليوم ان شاء الله ما كاين لا طبخ لا والو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم مشترياتي من يعني قدام، كيف ما كيقولوا هنا في الطاليان، يعني اوزاتو، يعني فايتين مستعملين. ايوا واحد المحل فيه هاد المعان هادو كيبيعهم صافي، وبغى يعني بدا كيخوي كل شيء. ايوا واحد المعنات صراحه عندو داك الشيء واعر بزاف وزوين بزاف، وشي حوايج ليهم عندهم فالور، ويعني ماشي هذاك هو الثمن ديالهم. اليوم دار من 2 اورو 6 اورو، يعني داك الشيء غير بلاش، ولكن داك الشيء رائع بزاف يعني، والله العظيم طوب طوب شي معان قسما بالله. وشي هذا داك التباصيل ديال البديع وداك الشيء غزال زعما كيحمق، يعني داك السيرفيس ديال القهوه واعرين غزالين بزاف. خساره يعني، ما يعني ما كاينينش فلوس بزاف، ما تقديتش شي حاجه بزاف، ولكن المهم تقديت داك الشيء اللي عجبني وبقيت نشاركه معاكم. لحقاش حتى الثمن ماشي غالي بزاف كما قلت لكم، مع العلم انهم انتم غنشاركهم معاكم وغتشوفوهم، يعني شي حوايج اللي هما واعرين بزاف والطوب وغزالين بزاف، يعني وماشي الثمن ديالهم من 2 اورو ل 6 اورو، بحال هكا 5 اورو، يعني هذا هو الثمن اللي دار ليهم صافي، يعني بغى يخوي داكشي. علاش البنات يعني صافي بغى يخوي صافي، داروا هاد الثمن ناقص بزاف بزاف بزاف. المهم وبغيت نشارك معاكم هاد المواعن هادو اللي شريت. المواعن هما ديال، المهم فيهم ديكورات وفيهم شي حاجه ديال الكوزينه. المهم اول حاجه اللي عجبتني بزاف وبغيت نشاركها معكم البنات وحمقاتني، يعني ما خداتش لي العقل والله العظيم، هو هذا غير ديكور. هاد الطاسات هادو ديال القهوه، هادو راهم غير ديكور كيف ما كتشوفوا، والطبيسيل ديالهم وداك الشيء فيحم وحق الله العظيم غزالين زعما ما نعاودش لكم. شوفوا البنات هادو راهم بديع حر، هادو بديع حر، هادو ما نعاودش لكم الثمن ديالهم شحال. هادو هما البلاطو ديالهم، هكا كيمشيو مع هاد البلاطو، انا نوريه لكم. المهم نوريكم بعدا هاد الطيسان هادو، شوفوا هذا كيفاش داير. هانتوما راه باقي بالتيكيته ديالو، تيكيته باش باقي. شوف غزالين كيحمقوا، ها انتم البنات شوفوا 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 الفنون، شوفوا شوفوا داك الشيء كي داير، شوفوا شوفوا الطبيسيل اللي بغى يشرب قهيوه صايوري. وعاد هذا دابا شنو كيوقع دابا هاد الماعن هادو البنات، دابا مثلا كيكونوا هنايا كيف ما كاينين الناس الكبار بزاف ملي كيموتوا صافي، يعني عائلاتهم صافي كيخويو الدار صافي، كيديوها لهاد المغازا هذه اللي سميتو نيغوتيو دي لوزاتو، يعني محل ديال كيبيع غير المعان القدام. المهم انا غنوريكم حتى هاد البلاطو هذا، هانتوما خواتاتي شوفوا الفرد كي داير، شوفوا شوفوا هاد الشيء كي داير كيحمق، هاد الشيء زعما ما شاء الله، هذا غير ديكور، هذا ماشي ديال يعني القهوه، راه غير صغير قريب بزاف كاع صغير. ورينا البنات هذا شفتو، راهم بديع حر، هذا هو الطبيسيل ديالو وفيهم هاد الاورو، هذا هاد الخيط هذا ديالينو بذهب الدوري، هانتوما زعما والله العظيم داك الشيء كيحمق. المهم نحيدو هذا، كي بان لي عجبكم هذا ما بغيتوش ما بغيتونيش نحيدو. المهم البنات نحيدو هذا، ولكن الجبه يديهم من المغرب، يعني هذا خصني نديهم انا ماشي نصيفطهم. خديت هذه، هذه غير عجبتني صراحه، يعني هذه من التقاليد ديال الايطاليين، هما اللي كيستعملوها بزاف لانها ديال الفرماج، ولكن انا غير عجبتني. ما قلتش لكم البنات الثمن ديال هذا،
هادو بنفس الثمن ديالهم 5 اورو. هادو كاملين 5 اورو. هادو عجبني فيهم انا غير هاد الديكور هذا غير هذا بالبواطه ديالو كيف ما كتشوفوا. هادو عجبني غير هاد الديكور هو اللي عجبني، يعني اصلا ما كنستعملوش حنا في المغرب، يعني ماشي احنا ما عندناش مع الفرماج بزاف في المغرب. هادو جوج بيهم، شفتو جوج بيهم، هذا بحال شكل موس، شفتو شوفوا شوفوا البنات كيفاش داير، عرفتو غزال صافي. هذا البنات الثمن ديالو كيدير ديري لي واحد 2 اورو باش خديته، 2 اورو، 2 اورو زائد هاد ديال الزيت وديال الخل. هادي ديال الزيت وديال الخل، وهنايا كنديرو مليح. هانتوما كتشوفو شفتو البنات، هانتوما هادشي راه بديع، يعني ما نعاودش ليكم، يعني والله الا فرصه. هانتوما كتشوفو، وهادي حتى هي ديال المليحه، هذه زوينه صراحه. انا هادشي كيعجبني نحطو غير ديكور، كاع ما نستعملو. هانتوما البنات روعه بزاف كاع والله العظيم. زائد البنات هاد خديت هادي ديال القهوه، ها حكا هادي ديال الزيت خديتها ب3 اورو، هاديك ديال الزيت اللي وريتكم دابا ب3 اورو، يعني من اورو حتى ل6 اورو. هادي خديتها ب6 اورو، هادي اينوكس عداد لي مذهبة، هادي مستعملة، يعني المعن كاملين راه مستعملة الا الديكوراسيون اللي غير كيكونو غير حاطينهم. اما هادي ديال القهوة شوفو كيفاش دايره، شوفوا البنات والله العظيم زعما كيحمق هادشي، عرفتي راه كاينين شي حوايج قسما بالله الا كياخذوا العقل، يعني ما نعاودش لكم صراحه. عندهم الكاليتي زعما واعرين. هادي البنات قلت لكم خديناها ب6 اورو، كنظن 6 اورو. زائد البنات هاد الديكور هذا داير ليه اورو اورو اورو، هادو خديتهم بجوجهم ب2 اورو. راه كاين شي حوايج اللي باقيين جداد، يعني كيكونوا غير ديكور كانوا حاطين هما ليهم، هادو غير ديكور كيتحطوا مثلا في الرخامه بحال هكا في الصالون ولا في المهم شي موبل ولا هادو ديال الزاج. هادو شوفوا البنات هادشي كيحمق، هادو ب2 اورو، 2 اورو يعني غير بلاش. وهاد السيرفيس البنات اللي حمقني بزاف بزاف بزاف، هذا حتى هو خديتو ب6 اورو. نوريكم هاد الزخرفه اللي فيه، هانتوما شوفوا شوفوا كيفاش داير كيحمق والله الا كي زعما هادشي حمقني انايا كيحمق. نوريكم غير فيه كل واحد بلاص فيه هاد الطريق الصغار، 1 2 3 4 5 فيه 6، هانتوما وفي هادو بلا وهادو غارقين، وستة من هادو وفيهم واحد كبير. هانتوما يعني بحال شكل طابلو، شفتو هاد الرسم اللي فيه بحال طابلو.
زائد هذه مثلا ديال الشلاضه ولا ما كتشوف هذه غارقه بحال شكل جبانيه، شفتوا بحال الصوب ديالها. وكلهم بديع يعني، شوفوا راه كلهم مطبوعين هانتوما. المهم البنات خديت هاد الديكور، هذا غير ديكور، هذا غير ديكور كيف ما كتشوفوا. هذا مثلا غديرو فيه هكا لي بيجو ديالكم، يعني خويت مات و سنين ثلاث هكا كتحط فوق الكومو يعني، ولا ديكور هانتوما البنات. هذا اورو 50 بحال نقولو 300 ريال مغربية، اورو تشي كوانتا. اما جوج اورو البنات ربما ما قلتش لكم حقها، جوج اورو هي بحال نقولو 20 درهم مغربية، 5 اورو هي 50 درهم، بحال 50 درهم و 50 درهم، 6 اورو هي 1200، يعني ماشي غاليين بزاف لنا. عاد ثاني خديت هذه ديال الكريستال، عرفتو راها ثقيله، هذه كتحط في التشينترو طابولا يعني في الوسط ديال الطابله. هانتوما كيف ما كتشوفوا غزاله، ما نعاودش لكم. هذه حتى هي 6 اورو، هذه حيت كريستال يعني السيد صافي باغي يسد، باغي غير يفك صافي. عرفتو داك الشيء غزال، كاينين بيوت النعاس، كاينين الكوزينات، كاين زعما هادشي ديال الماعن، هادشي ديال الديكورات، كلشي غير بلاش. هانتوما البنات هادي كريستال فنه كتحمق، دعيو معايا يا ربي نسافر المغرب وما يتهرسوش. هذه قلنا حتى هي 6 اورو يعني 1200 مغربيه، وعجباتني ثاني هذه جاتني بحال شكل قصريه مغربيه. هذه دايره 3 اورو، 3 اورو دي غير طين عاديه، 3 اورو ولكن بحال قصريه يعني، قصريه صافي، قصريه هي هادي. هانتوما البنات ديال الكسكسو زعما كتحمق، شوفوا البنات على ديزاين فيها، شوفوا غزاله. ايوا الجامع يصيفط هاد الشي. والبنات خديت هاد الماكينه، هادي البنات كبيره شي شويه بلا تسمحوا ليا، هادي انا غنقول لكم لاش كتليق، بغيت غنوريكم. هادي البنات كتليق للسميتو، مثلا شاط عندكم الخبز كارم، هادي قديمه حتى هي، شاط عندكم الخبز كارم كطحنوه كديروه ديرو بيه لا شابليور، يعني الفرماج داك اللي كيكون طروفا كبار حتى هما قاصح، كيطحن هنا الشوكولات هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيبان بلي كاين الشوكولات وكاين الخبز وكاين حتى الفرماج. هذه عجبتني، هي اللي عجبتني بزاف بزاف. علاش؟ لحقاش حنا في المغرب تبارك الله دائما الخبز عندنا كارم شاي، ايوا غير كنلوحوه. هذه زوينه بزاف البنات، كتحل من هنا، نشوف معليش هكا كنديروا الخبز هنا هكا البنات، وهنا كان كيهبط هنا في هذه القابطة هذه. هذه دايره 4 اورو، هذه 4 اورو راه ديال الجو، 4 اورو هذه. وعاد خديت هذه حتى هي اللي دايره 5 اورو، هذه ماتشينا كارني، يعني هذه طحن اللحم، هذه اللي بغا يدير الكفته،
كتلصق في الطابله بحال هكا عند واحد العضادات صافي، وكديروا الكفته وكتدوروا مخيره هذه سنه وغزاله. واصلا دائما كنت شريت وحده ولكن ما صدقاتش ليا والله، الا كنت شريتها تقريبا مع شي 16 اورو، وبحال نقولوا 16 اورو هي 2700 مغربيه، كنت شريتها من هنا وما صدقاتش ليا والو، ما كطحن حتى شي حاجه، ولكن هذه كطحن خرج، هذه الومنيوم كطحن، هذه ديال الحديد. والحاجه اللي هي واعره بزاف وصدرتها وعجبتني وكنستعملوها حنا المغاربه بزاف، واحد البلاطو، هاد البلاطو البنات، هاد البلاطو ما نعاودش لكم، شوفوا كيفاش داير غزال كيحمق، شوفوا البنات هذا بلاطو، هذا هو 6 اورو، عرفتوا تقيلوا فيه هاد المرايه هادي زعما ما نعاودش لكم، هذا فن بزاف، هذا كيف ما قلت لكم كنستعملوه حنا المغاربه بزاف، هاد البلاطوات هادو ها انتم كتشوفوا ثقيل 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 بزاف، هانتوما البنات شوفوا هما المشتريات ديال اختكم فاطمه المزابيه من القديم من اوزاتو، واحد المحل اللي هو قديم دار فايت، ايوا كلشي هادشي بغا يحيدو، دار واحد الثمن اللي هو يعني بحال غراتوي، يعني نقولوا ماشي تنقولوا جد مناسب، لان هادشي بزاف، هذا ما هذا ماشي، هذا هو الثمن ديالو 6 اورو 1200، هذا ما تجيبوش، يعني البنات راكم عارفين في المغرب بحال هاد البلاطوات ما كيتباعوش ب 1200. المهم البنات نتمنى هاد المشتريات اللي شاركت معكم تكون عجباتكم ونال الاعجاب ديالكم، ونبغيكم تعطوني الراي ديالكم، تخليو ليا في لي كومونتير قولوا ليا واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش هاد المشتريات، واش عندي شي ذوق ولا ما عنديش، واش هادشي رخيص ولا غالي. نتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات، تشجعوا اختكم المزابيه باللايكات ان شاء الله، وما تنساوش تشجعوني بالتعاليق الزوينه ديالكم، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا في القناه، يعني بلا بكم ما يمكنش نزيد القدام، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم، كنشكر حتى الناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا في القناه، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم جديد البنات، مع فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله وحفظه، مع السلامه.